كل الشباب يريدون العدالة الاجتماعية ومستقبلا مضمونا. لا شيء مضمون، يقول هيمن جبرائيل، شاب من إقليم كردستان، يوظب حقائب سفره للهجرة إلى أوروبا بعد أن وصل إلى حافة اليأس كما يقول. شهور مرت وهؤلاء يفترشون الغابات الواقعة على الحدود البولندية البيلاروسية، قادمين من بلدان مختلفة منها العراق. المهاجرون إلى القارة الأوروبية. وزارة الهجرة قالت إنها لا تملك إحصائية دقيقة بأعدادهم بسبب انتشارهم بين الغابات، لكنها قدرتهم بنحو 4000 شخص بينهم نساء وأطفال. وبشأن التحركات حيال أزمة المهاجرين، أكدت وزارة الهجرة أن الحكومة شكلت لجنة طارئة تضم ممثلين عنها وعن حكومة أربيل ووزارة الخارجية لمساعدة العالقين عبر سفارة العراق في موسكو وإعادتهم إلى البلاد. اتهامات الوزارة امتدت إلى السلطات في بيلاروسيا بدفعها العراقيين المهاجرين إلى غابات ليتوانيا للضغط على الاتحاد الأوروبي بإدخالهم أراضيه. شركات السياحة والتهريب أيضاً أوقعت هؤلاء الشبان والعائلات في شرك الوعود بحياة أفضل حال وصولهم إلى أوروبا، فيما تسعى السلطات العراقية إلى كشف تلك الشبكات وملاحقتها قانونياً. ويقول خبراء إن مشكلة المهاجرين ليست جديدة، لكن بعض الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة استخدمتهم ورقة ضغط سياسي ضد بعضها، لكن آلافاً من العراقيين وقعوا في فخ الهجرة والسياسة.